السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع نعاود مناظر من مكة. قبل ما ننسى الكلام هذا، على اليسار أسواق الجعفرية، الحرم خلفنا كذا، نحن متجهين عكس الحرم، كأننا هنا الجميزة، هنا كذا الجميزة. طبعا تعرف التاريخ اليوم كم؟ مين اللي مرابط حزام؟ 19 فبراير. ايوه، اليوم 19 فبراير 2017. هذه اللوحات المرشادية للعزيزية كده. طبعا نحن متجهين في اتجاهنا الى العزيزية. طبعا الايام هذه يعني ما فيش ديك الزحمة اللي هذا الخانقة. هذا قصر الملك سعود الأثري، بس مع الليل ما الوقت عشان ظلام مو باين، وما شاء الله الأشجار الكبيرة هذه. هذا جزء هو ظاهر من القصر، قصر الملك سعود. جزئية ظاهرة هنا منه. تحركنا. هذه المنطقة اللي على اليمين سموها حي الملاوي. الملاوي أظن عشان في الأزقة فيها التواءات كثيرة أو شيء. طبعا هذا أظن من عندي يعني. طبعا احنا الآن في حي المعادة. ايش حق ايش هذا؟ مفاتيح. مفاتيح هناك. طبعا كده على طول طريق السيل الطايف مع النفق هذا اللي على اليسار شايفينه، الطريق اللي جيت منه هذا الاتجاه المعاكس له، اللي صورته فيديو سابق لما كنت فيه طريق السيل.